خبر مفرح للمهاجرين الغير شرعيين في أوروبا. في فيديو سابق ذكرت لكم أن الحكومة الإيطالية قررت فتح قانون مهاجرين الغير شرعيين في أوروبا، والآن الحكومة الإسبانية أيضا تقرر تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في إسبانيا، البالغ عددهم 500,000 شخص. تحياتي لكم. عاجل ومفرح للمهاجرين غير شرعيين في أوروبا لسبب نقص العمال في إيطاليا. إيطاليا تستعد لفتح قانون الإقامات قريبا. تحياتي لكم. في فيديو سابق تكلمت لكم عن تسوية أوضاع المهاجرين الغير شرعيين في إيطاليا. تنبيه فقط، هذا القانون سوف يفتحونه في سنة 2023. تحياتي لكم. خبر عاجل، الاتحاد الأوروبي يدرس زيادة قانون الأجور، ولحد الآن وافقت عليه هولندا وبلجيكا وألمانيا. وفي بلجيكا سوف يبدأ حد الأدنى للأجور 14 يورو للساعة، وهولندا 14 يورو للساعة، وألمانيا 12 يورو في الساعة. وإذا وافقت عليه إيطاليا سوف يبدأ حد الأدنى للأجور 10.50 يورو للساعة. تحياتي لكم. على حساب موقع الشغل، إيطاليا تحتاج إلى 500,000 عامل في جميع الاختصاصات. هذا ما أعلنت عليه وزارة الشغل اليوم على حساب غازيتا أوفيتشيالي. لهذا قد يضطرون إلى فتح السناتوريا قبل 2023. وبشرى للمهاجرين الغير الشرعيين. تحياتي لكم. صحة للمهاجرين الغير شرعيين في إيطاليا. تسوية الأوضاع المهاجرين الغير شرعيين في إيطاليا سوف يفتحونه سنة 2023. لكن إذا كنت مستعجلا عليك بالبحث على فتاة مثلك لا تتوفر عن الإقامة، وتزوجوا زواج قانوني وحاولوا أن تلدوا طفلا، وسوف تحصلون على الإقامة لمدتها 6 قابلة للتجديد. تحياتي لكم. رسالة إلى أصحاب اللجوء في أوروبا، سبق وأن حذرتكم في فيديو سابق، لكن الفائدة في التكرار إخوتي. حتى لو أنتم في مراكز اللجوء في أوروبا، حذاري لا تأكلون، لأنهم يضعون في هذا الأكل نوع من الدواء، وهذا الدواء يسبب الخمول في الجسم ويؤثر على العقل ويجعلك تنام دائما مثل الفئران. تحياتي لكم. من سنين كنت مهاجر غير شرعي في إيطاليا بما يسمى الحرابة. تعرضت للاستغلال من قريبي في إيطاليا، وكان يدفع لي أقل من الناس. لهذا إخوتي لا تنظرون إلى الحرابة أو المهاجر الغير شرعي بنظرة ناقصة وتستغله. فكر أنك يوما ما كنت مهاجرا سريا أو كنت حرابا. تحياتي لكم. اللي كيعرف شي واحد كيسكن في الخيرية في أوروبا غتاخذ الأجر، وانت كترسل له هذا الفيديو هذا. علاش؟ ليحطوا لهم نوع من الدواء في الأكل، وهذا الدواء يؤثر على العقل. أنا كنعرف ناس حماقوا بعد سنة سنتين. علاش كيحطوا لهم الدواء هذا؟ كيحطوا لهم الدواء هذا في الأكل باش يترخاو وما يديرش المشاكل وهو خارج للشارع. كتلقاهم ديما ناعسين في الجرادي كي الجراد. إخوتي المرجو منكم أن تبعثوا هذا الفيديو لأي شخص ينام في الملاجئ الأوروبية. حذاري إخوتي، يضعون لهم نوع من الدواء في الأكل، وعندما يتناولون هذا الأكل يشعرون بالنعاس، وهذا الدواء يسبب أعراض وخيمة على عقل الإنسان. اللهم إني بلغت فشل. تحياتي لكم. في إيطاليا أي مكان تذهب له إلا تجد فيه الثمار الطيبة، أرض الخير والبركة، يعيش فيها الفقير ويعيش فيها الغني. أما بلادنا العربية، الله المستعان. حراق أو مهاجر غير شرعي، أنا لا أرى العيب في هذه الكلمة، كلمتان، لكن العيب فيك أنت. إما تحتقره أو تستغله في العمل مصلحتك الخاصة. تحياتي لكم. لا إلى كل من دار به الزمان، لا تيأس عندما تفقد الأشياء الثمينة، لا تيأس عندما تخسر أغلى شيء عندك. وليس كل السقوط هو النهاية، النهاية هي أن لا تنهض، تستمر وتأخذ العبرة فيما حصل لك سابقا. لا تسمع إلى المحبطين، لا تسمع إلى الذين يسببون لك الإحباط والفشل. لو وراك هدف أو حلم، توكل على الله، اعمل من أجل تحقيق هدفك. يعتبر القانون البلجيكي من بين أحسن القوانين في الاتحاد الأوروبي. إذا اشتغلت سنتين متتاليتين تتقاضى مبلغ 1200 يورو مدى الحياة. تحياتي لكم. يعتبر القانون البلجيكي من بين أحسن القوانين في الاتحاد الأوروبي. إذا اشتغلت سنتين متتاليتين تتقاضى مبلغ 1200 يورو مدى الحياة. تحياتي لكم. لا تسمع إلى المحبطين، لا تسمع إلى الذين يسببون لك الإحباط والفشل. لو وراك هدف أو حلم،
توكل على الله، اعمل من اجل تحقيق هدفك. لا اله كل من دار به الزمان. لا تيأس عندما تفقد الاشياء الثمينة، لا تيأس عندما تخسر اغلى شيء عندك. وليس كل السقوط هو النهاية، النهاية هي ان لا تنهض وتستمر وتأخذ العبرة فيما حصل لك سابقا. رسالة عاجلة الى المهاجرين المقيمين في ايطاليا، حذاري من المحلات العربية التي تبيع بأسعار منخفضة. لماذا؟ يوجد محل في فرنسا يبيع المواد المنتهية الصلاحية، ثم يأتون بها إلى إيطاليا ويغيرون لها التيكت الخاص بالصلاحية، ثم يبيعونه بأقل الأسعار، وعندما تذهبون به إلى البيت تجدونه طعمه ليس كغيره أو تجدونه فاسد. تحية لكم.